خير؟ شيء؟ حورة أنا جاية أدور الحقيقة، أنا متأكدة إني بلقاها عندك. علميني وش اللي صاير؟ بعد ما ماتت بنتي زيد تغير، تعب، ولو إني عارفة إن توبته هذه كانت كذب، قال لي إني ترك لك كل شيء، ترك لك الشركة وإنك انتصرتي عليه. كلفتني وقفتي جنبه، أماني وأمان ولدي. رجعت له كل شيء كان باسمي بس عشان لا احسس انه ضعيف. انا كنت متاكده انه كذاب وانه يمثل علي التوبه. بس الشيء الوحيد اللي صدقته انه ترك الشركه وترك الشغل. قولي لي يا عور، قولي لي الحقيقه. زيد اللي خلاكم ولا انتوا اللي؟ زيد لا يتوب ولا يتغير. زيد كان ممكن يموت ولا يترك الكرسي هذا. صراحة أنا مستغربة بعد العشر هذه اللي بينكم، تصدقين إنه ممكن يترك الشغل عشاني؟ بعطيك إياها من الآخر، يوسف هو اللي طرده. طمني، أتذكرك زين، وأتذكر ملامحك كني شفتك أمس. إذا كان زين اللي وظفك هنا فأحب أنصحك نصيحة، اطلعي، وإذا كان وعدك بشيء لا تصدقينه. لا، أنت شكلك فهمان الموضوع غلط. أنا ومنصور الخطوان تجوزنا، وعمي هو اللي وظفني هون بفرع شركته الجديد. ما عليه، بعد لا تصدقينه، لأنه بيرجع لك وبيظل وراك وراكم واحد واحد لين يخرب كل شيء. بس يعرف وش كان تخسر فيه في لو جات معنا؟ تخسر فلوس، لأن مو بواثقة إن ذي البخيلة هي اللي عزمتنا، وأنا بعد للحين ماني مصدقة. بنات، ذولي حاطين المنيو انجليزي وفي ايباد، والحركه ذي ما ريحتني. جيبي جيبي، انا اطلب لكم. بنات وش تبون ابتايزر؟ لحظه، قبل تطلبين شوفي الاسعار. الصراحه الاسعار شويه غاليه. الله يبشرك بالخير، يلا كل واحده تنزل كليتها عشان ندفع الفاتوره. انتي بتذلينا بهذه الهزيمه؟